بسم الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب علي أن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة؟ ما هو واجب، سنة مؤكدة ليست واجبا. نعم. وإلا لو لم تقرأها في الصلاة، لو لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم صحت صلاتك، لأنك تركت سنة ولم تترك ركنا من أركان الصلاة ولا واجبا من واجبات الصلاة، تركت سنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.